أوصي الحاضرين وأغلبهم من الشباب أن يعود نفسه في صغر سنه وحداثة أمره على أن يجعل له وردا من القرآن وأن يجعل له وردا من الصلاة، وليكن ذلك الورد في الليل خاصة، فإن صلاة الليل خاصة مهمة لطالب العلم، فإنها سبحان الله العظيم من أعظم الأسباب على الثبات في الدين. صلاة الليل هذه من الأسباب العظيمة على الثبات في الدين، وهي من أعظم ما يأنس به المرء بربه جل وعلا. وتعلمون ما جاء في بعض الأخبار عن بعض السلف أنه قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أعظم لذائذ الدنيا أمران: الصلاة والعلم، وأعظم العلم القرآن. هذه أعظم لذائذ العبادات، بل هي أعظم لذائذ الدنيا، فمن فتح عليه فيهما فإنه السعيد. ولذا أنا أقول لطالب العلم وخاصة ما دام شابا: عود نفسك على ألا أن تجعل لك وردا، لا أقول بالغ ولا أقول شد على نفسك، فإن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة.